وجه من الوجوه اللي تعودنا عليها طبعا الوجوه المصرية، فطبعا مبدعة أنا كي نقول في هذا المجال في التمثيل، خاضت أيضا المسرح، التجربة المسرحية أيضا أنا نحبها. علاش؟ لأنه عندها بعض الأدوار الكوميدية، لأنه كلما تكلمت وإلا الضحكة تكون موجودة عند المشاهد. أيضا خاضت تجربة في البرامج التلفزيونية. الليلة إن شاء الله باش يكون لنا معاها حديث القلب، من القلب إلى القلب الليلة إن شاء الله بإذن الله، هيك ولا لا رياض؟ أكيد النجمة هالة صدقي هي في قلوب جميع كل معجبينها والناس اللي يحبوها، يعني في كل الوطن العربي. لأنها طبعا مرحة جدا وعندها روح طيبة جدا هذه الممثلة الفنانة المبدعة. هلا مساء النور. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك. ميرسي خالص على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه عليا ده، ميرسي جدا جدا. لأنه الواقع، لأنه هذا هو الواقع طبعا، لأنه ما شاء الله على تجربتك، ثراء التجربة لهلا صدقي وتنوع هذه التجربة. الليلة معانا في إذاعة تطاوين من تونس وراديو ميداليس اف ام من أمريكا وكندا في هذا البث الموحد. مجيد معك من تونس ورياض معك من أمريكا، مرحبا بيك. أهلا بيكم، أهلا وسهلا. الله يخليك. طبعا أنا نستعرض في تجربتك هلا ما شاء الله، المسرح، التمثيل، البرنامج زاد التلفزيوني، المسلسلات، الأفلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الحمد تجربة. لله الحمد لله. بعد هالسنوات طبعا من التجربة، أكيد هالة ساعات تكون بينها وبين نفسها هيك في لحظة تأمل، صحيح طبعا. صحيح ولا لا؟ طبعا. شنو اللي مشى معاك وشنو اللي ما مشاش معاك؟ شنو ممكن اللي تتصوري انه خلال هالتجربة هذه الكل كان معناها أعطاك الحظ، معناها كنتي محظوظه جدا 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 تعتبري نفسك؟ طبعا اعتبر نفسي محظوظه جدا، بس الانسان بطبعه طماع، ممكن يكون عايز حاجه احسن من كده، عايز يوصل لحاجه اعلى من كده. يمكن بالرغم انه في ناس كثيره بتمثل سينما كتير، يمكن من عيني على السينما اكتر، لكن ممكن يكون في افلام سينما كتير قوي ناس بتعمل، لكن مش بيسيبوا علامات ممكن. لكن الحمد لله انا برغم ان عدد يعني الافلام اللي انا عملتها قليله، ولكن انا اعتبر ان فيها علامات مهمه جدا، منهم قلب الليل مع استاذ نور الشريف، منهم يا دنيا غرامي، منهم الهروب مع الفنان احمد زكي، فخ الجواسيس، واخيرا مع ما شاء الله يوسف شاهين هي فوضى. فدول اعتبرها، فانا اعتبر ان انا محظوظه انه بالرغم عدد القليله ولكن عملت علامات. طيب الفنانة هالة صدقي، يعني عندي لك سؤال من هون، يعني موهبتك في الكوميديا، يعني بصراحة يعني في الكوميديا روحك خفيفة جدا والناس دايما بتبتسم على يعني على شخصيتك اللي هي فعلا يعني روحها خفيفة جدا، لماذا لم تركز الفنانة هالة صدقي يعني على الكوميديا، يعني الجانب الكوميدي؟ لأن المشكلة في يعني المؤلفين يمكن ما بيكتبوش كوميدي للست، يعني اغلب المؤلفين بيكتبوا كوميدي للراجل. وبعدين الكوميدي مش بيعتمد بس على المؤلف، الكوميدي بيعتمد كمان على المخرج. يعني انت ممكن قطعه كات في المونتاج تجيب ضحك، وفي كات ملوش ما عندوش الملكه دي. العمل الكوميدي السينمائي او التلفزيوني، ممكن المسرحي الفنان بيعتمد على نفسه، لكن في التلفزيوني والسينمائي لازم يكون ورق، ولازم يكون معاك مخرج دمه خفيف ومخرج بيفهم في الكوميدي، عشان تلاقي التوليفه دي مش سهله. فما مستمعه من المستمعات، انا عجبني جدا هذا التعليق، قالت انه كلما تكلمت هلا صدقي حتى طريقه كلامها فقط، قالت انه تضحكها، معناها تزرع فيها البسمه لا لشيء، لانه ممكن استانسوا طبعا على المشاهد الطريفه في التلفزيون، يحسوا انك تلقائيه جدا 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 هلا. الحمد لله. هو انا دايما بقول اللي بيطلع من القلب على طول من غير تكييف بيوصل للقلب على طول. هذا فانا بحاول، يعني انا بحب مهنتي، لكن مهنتي مش بتغير من شخصيتي، لكن مهنتك افضل كده على طول، عشان كده ده اللي بيوصل للقلب. لكن مهنتك صعيبه برشا، صعيبه برشا برشا، ربنا يخليك. سيب الواحد يلزم يتحمل مسؤولية كبيرة طبعا، وخلال التجربة هذه تو احنا في سنة 2013، ما الجديد لهالة صدقي في هذا العام؟
فهذا العام نظرا للضغوط العصبيه والنفسيه اللي بيمر بها المجتمع العربي، فانا الحقيقه صعبان عليا الجمهور. فان شاء الله انا داخله يوم السبت ان شاء الله الجزء الثالث من جوز ماما، الجزء الثالث وهيبقى مختلف خالص عن الجزئين الثانيين ان شاء الله، يبقى عند حسن ظن الجمهور. في الاستاذ احمد البدري هو المخرج، وهو مخرج الحقيقة متميز، لأنه هو يمكن الوحيد في جيله اللي اشتغل مسرح، اشتغل تلفزيون، اشتغل سينما، فمختلف بكل المقاييس. بعدتي شوية على المسرح هلا، أنا نحسك معناها شخصيا نحسك أنك بعدتي شوية على المسرح. لأن المسرح اللي موجود يعني يمكن كان شوية تجاري، كنت أنا عايزة توليفة مختلفة اللي هو إمكانيات المسرح الخاص بجمهور ونص المسرح قطاع العام، فكانت التوليفة صعبة شوي. وبعدين المسرح الحقيقة مات في بلدنا خالص، إن شاء الله يرجع ويسترجع أنفاسه من جديد. إن شاء الله كله يرجع إن شاء الله. رغم الضعف يبني القوة إن شاء الله يا رب. طيب النجمة والفنانة هالة الصدقي، أنا عندي ليك سؤال صريح يعني جدا، بالنسبة يعني السؤال هذا طرحناه على كذا فنان، يعني حتى آخر مرة طرحناه على الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وكان عندها رأي في الموضوع هذا، اللي هو شو بنسميه يعني خلينا نقوله مش غزو، يعني نقوله هو قدوم الفنانات العربيات إلى مصر ومزاحمة الفنانات المصريات، فما هو رأيك في هذا الموضوع؟ مصر ده بيت العرب، يعني مصر بيت العرب، وإحنا زمان ما فيش غزو ولا حاجة، ما إحنا زمان كان في أسمهان وكان في صباح ونور الهدى وفريد الأطرش، ويعني كل دول ما كانوش مصريات، وردة الجزائرية. طيب لكن هي مصر مفتوحة وهي دي المنافسة لتصالح الجمهور في النهاية. طيب لكن اللقب انا برحب بكل الناس اللي ممكن تقدم فن جيد، ومش دعوة بجنسيتهم، احنا يعني كفاية ان احنا عرب في بعض. اكيد اكيد، لكن في فترة معينة النقابة المصرية حاولت تحديد الفنانين الغير مصريين بعمل واحد، حاول تقييده بعمل واحد بس في السنة، يمكن لان كان في شوية تجاوزات من بعض الناس، فده يعني كان حاجة رد على حاجة، احنا كلنا كفنانين كنا معترضين على القرار ده. وبعدين طيب ممكن برضو بترجع تقول انه هو حب يعمل المعاملة بالمثل، فاهم؟ لكن حتى لو بعض البلاد دي كانت بتمنع الفنان المصري او بتعمل حظر عليه، لكن انا مش دعوه، انا خليني في حالي، انا مصري، يعني انا مصري في النهايه، مصر دي قلب الوطن العربي كله. طيب هل تفكر ان احنا نعمل كده؟ الفنانه هاله الصدقي، هل تفكر في الترشح الى رئاسه نقابه الفنانين في مصر؟ لا، ده شرف كبير ليا، بس انا الحقيقه مش قد، لانها مسؤوليه كبيره وما عنديش الوقت الكافي اللي ده خالص. كده الصريحه هاله. طبعا انا باش نقول لك طبعا تحياتي اللي توصل، هذه محبوبه، تحيه لهاله صدقي، اين انت طول هذه المده يا هاله؟ لم نعد نراك في المسلسلات، وهل لديك ظهور في المسلسلات رمضان هذه السنه؟ شكرا لك يا محبوبه، نحبوك برشا 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 يا هاله. اشكركم جدا، وتحياتي للشعب التونسي، وعايزه اقول ان اول تكريم في حياتي كان من تونس. تونسي شعب وبلد عزاز عليا جدا. لأنك تستاهلي. أشكرك جدا. الله يخليك. شكرا. في رمضان إن شاء الله باش تكوني حاضرة في التلفزيون. إن شاء الله جوز ماما الجزء الثالث. نعم بإذن الله. أيضا فما من فرنسا، عادل من فرنسا، لم تعجبني ولا ممثلة في الوطن العربي كله إلا هالة صدقي. شكرا لك يا عادل، شكرا لك. الله يخليك. فما أيضا من التعليق اللي توصل، الكل يسألوا على الجديد، جاوبتكم معنا على الجديد، أنه إن شاء الله باش تكون حاضرة في شهر رمضان المعظم، ويكون إن شاء الله مبارك على المسلمين الكل. والرياضة عندك طبعا، تفضل. أكيد أنا كنت عايز أسأل بس الفنانة يعني هالة صدقي، رغم أن يعني فنانة حبوبة وطريفة ودائما الضحكة والابتسامة على دائما على لسانها، إلا أنه لاحظت أنه في أغلب المقابلات الإعلامية والتلفزيونات والصحافة دائما بيطرحوا على الفنانة هالة صدقي نفس السؤال، ألا وهو الفتنة الطائفية.
لا بصفتي ان انا مسيحيه، ما فيش فنانات مسيحيات كتير، وهم عارفين عني الجراءه، ف يعني بيحبوا يبقى في اي استفزاز اي حاجه يطلعوا بخبر بحاجه كده يعني. بس انا يعني عندي الجراءه والصراحه والوضوح ان انا اجاوب على اي سؤال. اكيد اكيد. طيب انا في خلال كل تاريخك الفني وكل اعمالك المسرحيه والسينمائيه وفي التلفزيون، يعني ما شاء الله، يعني رحله ثريه جدا، ما فكرتش انك خلال هذه الرحله، يعني بخلاف الاعمال المصريه، انك تتعامل مثلا مع ممثلين من المغرب او من يعني من البلدان العربيه الثانيه او الخليج، والا اللهجه عائق؟ والله عايزه اقول لك ان ده عاملينه فعلا في الجزء الثالث في جزء ماما، انه انا المفروض ان انا هتجوز حد خليجي يعني، وده لانه ممكن الخليجيين ممكن تبقى لغتهم مفهومه الى حد كبير معانا. واكيد اكيد. لكن انا في بدايه حياتي مثلت مسلسل بدوي، وكان في اردنيين وكان في مغاربه وكان في جزائريين وكان في يعني اعتقد كان في حد تونسي على ما اعتقد، مش فاكره، لكن ده في بداياتي خالص، انه لما بتعرض عليا حاجه زي كده بالعكس برحب بيها يعني. نعم. اخر زياره لتونس وقتاش كانت الهاله؟ وقتاش زرت اخر مره تونس؟ اخر مره كان عندي تكريم في مش فاكرة والله يعني، هو بص يمكن من 6 سنين 7 سنين للأسف. نعم، نعرف أنه خاصة تعدد التجارب بالنسبة لهالة صدقي، يحكينا شوية ممكن على التمثيل، لكن ما حكيناش على نواعمه بس هيك، ولا لا عنوانه البرنامج؟ هو أنا حسيت أنه هو واجب وطني أكتر من أن أنا بقدم برنامج. كان عندي رسالة عايزة أقولها هالة، عايزة أقولها لمجتمعي، وعايزة أصحي المجتمع بتاعنا شوية، وإن إحنا نتلفت لنفسنا مع حاجات كتيرة إحنا ما نعرفهاش. فكان كنت حاسة إنه هو واجب وطني أكتر من إنه أنا مذيعة. نعم. وكيفاش كانت ردود الفعل على هذا البرنامج؟ طبعا انت تابعي في الآراء ولا النقاد ولا الصحفيين ولا حتى المقربين منك؟ هو بص يعني هي فكرة الأربعة دي ما كانتش لطيفة أو مش مستحبة، وأنا الحقيقة أنا اتبسطت بالتجربة لأني استفدت واتعلمت منها، وقابلت ناس وقابلت ضيوف وخدت معلومات كتيرة كويسة، ولكن ما حبيتش إن أنا أبقى في وسط المذيعات، لأن هم بيحسبوها بشكل آخر. نعم. يعني بيحسبوا مين اللي هيتكلم اكتر، هذا هو. مين اللي هيقاطع الاول، مين اللي هيبقى منور اكتر، مين اللي هيقاطع الضيف اكتر واحد. في حاجات بتتحسب، انا مش في حسباني خالص، ان يمكن انا شبعانه من الكاميرا، لكن انا داخل الهدف. واضح. انا عايزه هدف، عايزه اخد من الضيف على قد ما اقدر. انت عندك ان انا عندك هدف اتكلم يعني، فهم الحسابات عندهم مختلفه عني، فما يعني ما ارتحتش قوي الصراحه. واضح. وهو كي يكون مثال حتى المذيع ولا المذيعة، كي يكون مش مرتاح ما يمكنش انه يقدم المضمون اللي حاجته به، اللي من المفروض انه يقدمه، تحس انه حتى معناها مش باش نقول انه على اعصابه، لا، لكن مش مرتاح في تقديمه لهذا البرنامج تحديدا. هذه تجربة وإن شاء الله تجربة أخرى، علاش لا، أما ما تكونش رباعية ولا ثلاثية، تكون هالة لوحدها إن شاء الله بإذن الله. ربنا يسهل إن شاء الله. الله يخليك. طيب الفنانة هالة صدقي، عايزين نعرف رأيك بالنسبة إلى الجيل الجديد، يعني تقييمك للجيل الجديد من الشباب في السينما المصرية. يعني أقدر أقول إن هم أشطر مننا، حظهم أحسن مننا، استغلوا الفرصة بتاعتهم كويس، فكل واحدة فيهم بتجود وبتحاول تقدم نوع جديد، وبيحاولوا لكن للأسف إن الثورة جت قضت على أحلامهم إلى حد كبير يعني. في عز لما يكون في حد منطلق أو حد بيجي يوقفه، عارف اللي هو وقف لي حظي. وقف لي حظي يعني، فاهم؟ أعتقد إن الثورة جت أذتهم شوية.
نعم، وانت تتصور انه مريم ويوسف اخذوه من وقتك ومن خاصة العمل؟ نعرف طبعا اخذوه. طبعا خدوا شوية، بس كنت بحاول بقدر الإمكان إن أنا ما بشتغلش أصلا غير عمل واحد في السنة، ف على هذه كنت بحاول إنه طول السنة أبقى ملتزمة جدا، بحيث إن الشهر ده يعني إيه أبقى أنا عوضتهم أوريدي، يبقى ضميري حتى مرتاح شوية. واضح، ما فماش طبعا قلب الأم طبعا، والأم طبعا ديما تكون قريبة من صغارها، هذا أهم حاجة. هل الروح المرحة هذه والتلقائية والعفوية حتى في الأداء تخرج على بعض أحيانا، معناها تخرج على بعض النصوص؟ طبعا طبعا يعني لازم روحك هي تبقى موجودة أكيد طبعا. هذايا به بالنسبة هذا طبعا للتمثيل، لكن هذا هل انه هالة اللي نشوفه فيها في التمثيل والادوار ما شاء الله اللي قمت بها مختلف الادوار، وهذا التنوع في الادوار بعيد شوية على شخصيتك الحقيقية الانسانة، هالة الانسانة، ولا فما تقارب كبير؟ لا، في تقارب كبير، في تقارب يعني أكيد في كل شخصية في حتة بتبقى مني أكيد، شنو سلبياتها ما هالة؟ أقدرش هالة أفصلها يعني. هالة نعم، لو انت تو على لسانك انت، شنو سلبياتك هالة؟ سلبياتي إني مش نشيطة، إني مش دؤوبة، مترددة كتير، بقعد افكر في الاخر اكتر مني كتير. اي يعني فكري في نفسك انت الاول وبعدين شوفي الاخر، فدايما بشوف الاخر وبعدين، فيعني ولو اني انا شايف ان دي ميزه مش عيب. اي تبجل في غيرك على نفسك، معناها تفكر في غيرك قبل ما تفكري في روحك انت. انا شايف انها ميزه مش عيب الحقيقه. اي طبعا طبعا. مجيد تعرف انه الفنانه هالة صدقي عندها صوتها حلو، يعني اي حلو كتير. واش خص كان الليله تغني لنا مقطع؟ انا لا 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 حرام لا حرام صوتها حلو. لا والله في التليفون يمكن بس ليه طبعا، قريب الى المشاهد، قريب الى المستمع، الحمد لله الحمد لله. هذا هو الواحد. احنا كي سألتك اول سؤال معناها تحسي روحك محظوظة والحمد لله، معناها الحمد لله طبعا، كفاية حب الناس ليا ده اكيد نعمة من عند ربنا. تابعي في شنو يكتبوا عليك مثال المعجبين على صفحات الانترنت؟ للأسف أنا ساكنة في منطقة بعيدة النت فيها ضعيف، فبحاول على قد ما أقدر يعني على الفيسبوك الحقيقة، بحاول على قد ما أقدر، ولو إن بس حليت المشكلة دي النهاردة يعني، بكرة لسه هركب حاجة عندي في البيت عشان تقوي الإرسال، فإن شاء الله الفترة الجاية أبقى متواصلة أكتر، بس بحاول صدقني بحاول. بإذن الله طبعا، لأنه ضروري جدا أنك تتواصلي مع المعجبين جمهورك في مختلف أنحاء العالم الكل، لأنه مش بالضرورة مصر صحيح هي الموطن، هي الأصل، هي الأوريجين، لكن أنت تو خرجتي من مصر على مستوى عربي وعلى مستوى عالمي. هلا صدقي، الحمد لله، ده شرف كبير ليا. الله يخليك. طيب ما يعني هل هناك يعني شيء ندمت عليه الفنانة هالة صدقي في أعمالها يعني؟ ندمت عليها؟ أي طبعا في حاجات بالنسبة كتير لكل ندمت عليها، مثلا في طبعا، مثلا بس عم في لأنك أنت أعمالك مش أنت الفنية يعني، أنت مثلا. ممكن تلاقي نص كويس وتلاقي الأبطال اللي معاك مش كويسين، ممكن تلاقي نص كويس وتلاقي المخرج مش على المستوى، ممكن يعني أنت أصل العمل مش مفرد يعني، هو أي عمل فني مش مفرد يعني، هو مجموعة أي. ناس، الناس دي لو نجحت أنا بنجح معاهم، طبعا. ففي طبعا أعمال كتير أنا ندمت عليها. ونذكر حتى مرة زاد شدوها في الكاميرا الخفية تذكرها طبعا. طبعا حلوة والله الحاجة، ميزتها بصدق، معنى حتى الليلة أني نقولها على الهواء مباشرة، تلقائيتها، ابتسامتها، العفوية اللي مطلوبة طبعا، العفوية هذه ربي أعطاها طبعا سماحة الوجه،
معناها وجهها الحمد جميل لله. جيد جدا. الواحد ديما في الأخير نقول الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نعم طبعا الجمهور ديما يتابع في أخبار النجوم، هل إنك تواكبي شوية المهرجانات، تتنقلي خارج مصر، تتابعي في بعض المهرجانات، تجيك دعوات؟ آه طبعا طبعا طبعا، يعني أنا آخر حاجة كنت في عضوة لجنة التحكيم في مهرجان وهران الجزائري، اي ورحت حضرته الحقيقة، استمتعت بيه جدا، وأعتقد إنه الجائزة الأولى كمان كانت لتونس على ما أعتقد. اي آه هذا هو فطبعا بتابع يعني. جيد. اللهجة التونسية هل هي عائق بالنسبة لكم انتوما في مصر؟ صعبة صعبة من صعبة، لأنه أنت في نص الكلام بتتكلم فرنساوي، إحنا لو إحنا ثقافتنا يمكن إنجليزي، فالنص الجملة بتبقى فرنساوي والنص عربي، اي فدي صعبة أوي. وانا نحكي انا معك عربي. آه فلا يعني أنت دلوقتي بتكلمني أنا فاهماك، لكن لما بتتكلموا مع بعض لا ما بفهمش. انا ثقافتي فرنسليزي. هذا في يعني امريكا. هو لعب مني انا اللي لازم، وانا في الجزائر والله قلت لازم ادرس فرنساوي لانهم بيقعدوا يتكلموا مع بعض برتو، لكن مش فاهماهم، بيقولوا يا لهم كلموا عربي يا جماعه، احنا عرب، كلموني عربي ما تجرحونيش. والله هذه على فكرة، هذه حتى لو أن رياضة الأول مرة أني نقولها، على فكرة هذه صارت لي مع عمرو دياب. أنا نكلم في عمرو دياب بالتليفون، نحكي أنا وياه، قال لي لا أنا ما يا مجيد راني ما نفهمش فرنسي. قلت له لا أنا نحكي معك عربي. قال لي لا هذا مو عربي، هذا مش عربي. والله من الطرائف طبعا اللي تبقى هذه. وهلا صدقي طبعا حاليا موجودة في مصر، إن شاء الله ربي يخلي لك مريومة وربي يخلي لك يوسف، أشكرك أشكرك. هذوك راس المال وهذوك تاج طبعا، وهذوك هم اللي ان شاء الله ينوروا دربك، وان شاء الله انت زاده تكوني لهم المثال والقدوه والتربيه الحسنه. بكره بكره على فكرة هم بكره حفلة التخرج بتاعتهم يا عيني. الحضانة ايه الحضانة. صحة ليهم، صحة صحة. اه ان شاء الله ربي يسعدهم وربي يعطيهم ان شاء الله الوقت اشكرك. الطيب. الله يخليك. تو طيب. البرامج احنا تحدثنا على البرامج، انا حبيت نعرف رايك انت تو كممثلة، تشوفي طبعا في الفنانين في ذا فويس، عرب ايدول والبرامج الاخرى اللي منتشرة عربيا، البرامج هذوما تحسي انه الفنان يفقد ممكن نوعا ما من جمهوره وقت يدخل البرنامج، معناه كلجنة تحكيم او كذا؟ لا لا ليه، لا بالعكس، ده البرامج دي بتعرف الجمهور شخصية الفنان ده ايه، وخصوصا لو مطربين، لان المطربين كمان يبقى في ماسك على كل اغنية بيقولوها. اي حسهم على طبيعتهم معناه. اه فبالعكس انت بتكتشف فيهم حاجات انت عمرك ما تعرفها، اي فبالعكس انا شايفه معقول انها ميزه مش عيب. معقول. انت ما خمرتكش الفكره؟ لا والله يعني لو جات لي فرصه اه طبعا هقبل اكيد. واضح. طيب 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 عندي سؤال، ما هي الادوار يعني اذا كان النص جيد، مثلا احنا قلنا هايبوثيتيكلي اذا كان النص جيد والمخرج جيد وفريق العمل جيد، لكن هالة صدقي ترفض عمل معين، لماذا؟ يعني ما هي الادوار التي لا ترفضها؟ هو على حسب انا حابه الشخصيه وصلت لي ولا لا. انا هقدم فيها حاجه جديده، يعني ممكن في على فكره في ادوار ممكن يبقى الممثل هو اللي شايل، في رساله عايز يوصلها المسلسل ده او الفيلم ده، للدور مش حلو او مش هيضيف لي، لكن هي في رساله عايزين نوصلها فبقبله. يعني هو في ناس بتستغرب تقول لك طب انت قبلتي، لا لانه في رساله انا عايزه اوصلها. نعم. ممكن جمهوري او اللي بيحبوني هيشوفوه في حقيقه، فالرساله دي هتوصل. هذا هو آه. المطلوب. طبعا والله الوقت مر معاك بسرعة، أنا تمنيت الوقت يطول أكثر من هيك هالة، لأنه حابين نغوص في عديد الجوانب وفي مسيرتك وفي تجربتك، التجربة الزاخرة طبعا بعديد الأعمال، وهذا التنوع في هذه التجربة اللي أعطاك طبعا مكانة مميزة عربيا وطبعا عالميا. إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من النجاح لهلا صدقي، نشوفك في رمضان هذايا، رمضان 2013 طبعا، وكما عودتنا إن شاء الله الجزء هذايا يكون حضورك فيه طبعا عنده الجاذبية للمتقبل وللمشاهد العربي بإذن الله.
يا رب ان شاء الله، دعواتكم معنا ان شاء الله. يا رب يا رب. الله اكيد يخليك. اكيد. طيب الفنانة والنجمة هالة صدقي، ماذا تريد ان تقول الى جمهور ميدل ايست اف ام في امريكا وكندا وجمهور راديو تطاوين بمناسبة رمضان؟ بالنسبة لجمهور امريكا وكندا وكده يس، بالنسبة المختلفين، لجمهور راديو ميدل ايست اف ام في امريكا وكندا، هنقول محتاجين دعمكم النفسي والمعنوي، محتاجينكم جدا تبقوا موجودين معانا، مش بس تشوفوا اعمالنا، مهمه قوي تقفوا مع بلادكم، مهمه قوي تقفوا مع بلادكم. الله طيب يخليك. انا كنت سالتك فيما يخص رمضان، يعني اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وعارفه ان رمضان هيبقى قاسي عليكم قوي لان الشمس بتغيب في الوقت ده متاخر قوي، فالله يكون في عونكم ويقويكم ويصبركم ويديكم القوه، قوه الصيام. يا رب وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دايما نعيد على بعض. يا رب يا رب. الله يوفقك يا هلا وشكرا ليك. نعرف انه متاخر الان، فمنتصف الليل و40 دقيقه في مصر، لانكم متقدمين علينا بساعه. ربي يخليك، وان شاء الله نسمع ديما اخبار طيبه عليك يا هلا. ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا. الله يخليك. شكرا يا غالية، شكرا، تحية ليك. شكرا شكرا. احنا نواصلوا طبعا في لما على الاف ام لحداش 41 دقيقة لهنا، 46 دقيقة في امريكا، هذا طبعا التوقيت في هذا البث الموحد الليلة في لمتنا. بعد شوي يكون معنا فنان هيك ولا يا بعد قليل سيكون معنا النجم الاردني فنان عماد بطايح، فشو رايك نسمع اغنية ثم نعود مع نواصلوا معنا مع اوكي شكرا.